السلام عليكم الإخوان. دونك في هذا الفيديو إن شاء الله نخدمو 87 السيري الأولى، آخر 8 في السيري الأولى. وهذا كان امتحان، كان تمرين عند واحد الامتحان، واقيلا كان 2017 الله أعلم. وهو 83 السيري لهذا العام. غير هو هنايا هادي العام اللي فات كان حطنا في عطانا في هنايا عطانا الاكسبريسيون ديالها كان ديريكت في التمرين اللي عندكم ده هاد العام. قال لك ديمونطري بانها كتساوي هادي ياك، واللي هو صراحة كان التمرين ديال الاول اللي قفينا عليه. دونك غنرجعو نعدلو لو كوريجي وصافي، ما علينا، غنديمونطريو هاد العلاقة ونكملو اش كيقولولو التمرين ديالنا. قالك اصلا هذا هو السؤال الاول د التمرين ثلاثة د هاد العام، وكمالا راه بحال قالك مونتخي كو لو فوليم دو لا مايل بريميتيف دان ريزو رومبويدريك او لا تريغونال دو بارامتر A اي الفا هو V كتساوي هاد الاكسبريسيون هادايا. واخا اولا عندنا الغيزو رومبويدريك، نشوفو شنو كنعرفو على الرومبويدريك. اولا غنحط قلنا عندنا رومبو ادريك ياك او لا تريغونال ايغونال ياك. قلنا لي بارامتر عندنا بيتي تان كتساوي بيتي بي كتساوي بيتي سي، الفا كتساوي بيتا كتساوي غاما ديفيرون دو 90 درجة ياك. كيفاش عاملين هادو؟ قلنا عنده هادو متساويين، وهادو حتى الزوايا متساويين، وبالحق ماشي يعني قائمين الزاوية. شوف دابا مثلا هذه هي لاباز او اكس او واي، لاباز اورتونورمي ديريكت او اكس او واي او زد ياك. هادشي واش كتبان تما ولا ياك؟ هذا هو بوتيتا اجي هيدا ياك، يعني عنده البروجيكسيون على على او اكس، يعني يعطيني واحد واحد الاليمون ماشي مع او اكس، واحد الاليمون ماشي مع او ايغريك، واحد الاليمون ماشي مع او ايغريك مع او زي. بحال لي هادو جمعتهم، ما عنديش انا من شبر داش، بحال لي هادو جمعتهم شي حاجه، ما خليتش هاد الزاويه هادي اللي بيناتهم 90 درجه كيش انا من اللوم. ما عرفتش الصراحة، يعني انا كنت عامل كنحاول نبسط بالحق، يعني كنت عامل معكم على اساس يعني شفتوا دا الشي في الكريستالوغرافي، يعني كتخيلوا دا الشي فهمت. مهم اذا كان عندكم مشكل في الانيماسيون هاي دايما كنتو شي تقدروا مثلا تخيلوا دا الشي اون 3 ديمونسيون، نقدر نعدل لكم واحد، عرفتي ما علينا هادشي، ما عرفتي معليش، نعدل لكم انيماسيون 3 دي د سبعة د لي سيستيم كريستال اللي عندنا، ماشي مشكل. اذا المهم اذا جبرت اذا كان خصكم انيماسيون 3 دي كتبوها في لي كومونتير من تحت، واذا جبرت يعني طلبه بزاف خصهم نعدل الفيديو خاص بلي نعمل فيها الانيماسيون 3 دي كل واحد. ما علينا، قلنا الزيليمون ديال لاباس بريميتيف عندها اسقط على او اكس كتعطيني ا او اكس بلس ا واحد او اكس بلس ا جوج او ايغريك بلس ا 3 او زد
ياك احنا مثلا في اش كيقولوا له في الغيزو مثلا كيويك سامبل او لا، المهم في الغيزو كيويك بصفة عامة سيستم كريستال، قلنا كيويك مثلا كنعملو ا ماشي مع او اكس، البروجيكسيون ديالها على ايكغيك ولا زد زيرو، حق هذا جل جا ها اكس ها ايكغيك ها زد هو هيدا، هذا هيدا يعني عنده هنايا كي ملي انا من البروجيكسيون هنا عطاتني واحد اليمون ا واحد مع ماشي مع او اكس، عطيني ا جوج ماشي مع او ايكغيك، و ا ثلاثة ماشي مع او زد، واخر عاود هيدا ماشي من هنا هيك، واخر طالع ثالثة من هنا والزاوية اللي باين هذا وهذا اللي ماشي اللي طالع هيدايا هي قلنا الفا، وهذه هي الفا، حتى عندنا الفا كتساوي بيتا كتساوي جاما، واخرين الثالثه ما بين هذا اللي هنايا واللي اللي هنا عاود الفا، ياك دونك نكملو، كنتمنى يكون ده الشيء واضح. بتي بي كتساوي بي واحد او اكس بلس بي جوج او ايكغيك بلس بي ثلاثة او زد، دونك بتي سي كتساوي هادو لي زاليمون ديال لا باس بريميتيف دو الرومبويدريك، كنا سي واحد او اكس بلس سي دو او ايكغيك بلس سي تخوا او زد، ياك انا شنو يطلب مني نحسب الفوليوم ديال لا ماي، ياك لا ماي هاد لا ماي بريميتيف، يعني انا عندي اون سي كو العلاقة في الغيزو ديريكت كتساوي لي بيتي تا سكالير بي فيكتوريال سي، ياك هاهي هادي قلنا يا نحسب هاد برودوي فيكتوريال ومن بعد نعمل برود لي الخارج الفيكتور اللي عطينا نعملو برودوي سكالير مع هادي، ولا نحط الماتريس ديتيرمينو، ياك هادي قلنا هادي عندها هي ا واحد او اكس ا جوج او ايكغيك، ها هي ا واحد ا جوج ا تخوا بي بي واحد بي جوج بي ثلاثة سي واحد سي جوج سي ثلاثة، ياك او لا نكتبهم بالعكس مقلوبين يعني هيدا فحال فحال كتبقى كتابة وصافي ا جوج ا تلاتة، ياك هذا ترونسبوزي تاع هادي وصافي تاع هاد الماتريس اللي لداخل بي واحد بي جوج بي تلاتة، هنايا سي واحد سي جوج سي تلاتة، واخ دونك دابا في دي قلنا نحسب عادي، الحق اذا جيتو تشوفو في فينا في دابا اذا حسبت هنايا انا من مثلا غطي على هذا ونعمل هذه في هذه مونا هذه في هذه، المهم نحسب الديتيرمينون ديالي عادي، عطيني اخرج في دي الحق ما يعطينيش هاد يعني هاد التعبير هذا اللي هنايا، هنايا فيها الغاصين، اذا حسبت هاد الشيء عادي ما يبانليش الغاصين هنايا، فهمتي يعني شنو نعمل، نمشي نحسب هادي او كاري وساعتها كندخل الغصين هنا والغصين اللي هنا، هنايا هادي او كاري مع الغصين اللي عندخل عليها في الاخر هتعطيني في دي، وتجي هاد اللي هنا تبقى لي الغصين، يعني هتعطيني شي حاجة عتبان هادي ما تسجلش فيديو لولاني كامل، المهم انا نكمل وساعة نجمعو مع اخر فيديو واحد، شو كنا جبرنا وصلنا في دي كتساوي لنا قلنا بوتيت تا سكالر بي فيكتوريال سي، ياك المهم كنا قلنا هي هادي ا واحد ا جوج ا ثلاثة الديتيرمينو هادي بي واحد بي جوج بي ثلاثة سي واحد سي جوج سي ثلاثة،
ياك قلنا ان حنا ما خصناش نمشيو ما نحسبوا الاوكاريد هذه ياك، وساعات ندخلوا الغاز ياك. واخ يعني شنو نعمل هاد الديتيرمينو هادي، فهاد الديتيرمينو هادي ياك. ساعات نحسب، شوف انا نوضع واحد الماتريس ياك فيها دي زيليمون اللي في وسط الديتيرمينو هادي ياك، ونحسب ماتريس في ماتريس، وخلي الديتيرمينو هي اخر حاجة ياك. هي مثلا نحط ام كتساوي لي ا واحد ا جوج ا ثلاثة ياك، بي واحد بي جوج بي ثلاثة، نمشي نسامبليفيو الحساب وصافي، سي واحد سي جوج سي ثلاثة ياك. قلنا نمشيو نحسبو الديتيرمينون هادي في الديتيرمينون هادي ياك. واخا شو اذا لاحظتو، اذا عملت الديتيرمينون هادي في الديتيرمينون هادي، هاي هادي اساعاتك ملي انا اجي نحسب، ماشي ديتيرمينو عفوا، ملي انا نعمل هادي هاد الماتريس هادي فهادي هي نيتا ياك، هتجي لي يعني هاي هاد اللين هذا نقلبو نردو كولون ونضربو في هذا ياك، تجي لي A1 في A1 زائد A1 في A1 زائد A2 في B1 زائد A3 في C1. هنا يعاود هاي داك A1 في A2 A2 في B2. المهم فهمتي، هتجي مرونة بزاف حتى شحال يتلاقاو هاد، ما يجيليش شي لين ولا شي حاجة هاي دايما سامبليفي. دونك شنو غنعمل، شنو غنمشي نعمل، غنمشي نعمل هادي في الترونسبوزي ديالها، مش ان سامبليفيو الحساب وصافي فهمت. دونك هادي ام ترونسبوزي ديالها شنو كيساوي، نقلب لي لين اردهم كولون ياك، هاد اللين هذا ردو كولون، A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ياك. دابا عندي واحد، قلنا نمشي نعمل دابا نعمل ام نضرب هادي في هادي، ام فوا ام ترونسبوزي شنو عطاتيني، A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 دونك 3 في 3 3 في 3 ياك، يعني 3 دليلين في 3 3 دليلين في 3 ديال لي كولون ياك، مضروبة في 3 ديال لي لين في 3 ديال لي كولون ياك. هنشيل ليها 3 مع 3 هتعطيني واحد الماتريس فيها 3 ديال لي لين و 3 ديال الكولون ياك. ودابا نحسب ديك، نحسب دونك بروميير لي في بروميير كولون شنو هتجي لي، A1 هادي وقفة ردة كولون ياك، وضربة وضربة في هادي شنو عطيني، A1 في A1 ياك، هي A1 أوكاري زائد A1 في A2 زائد A2 أوكاري زائد A3 في A3 هي A3 أوكاري ياك. دابا عاود A1 B1 هنايا، A1 B1 بلس A2 B2 A2 B2 بلس A3 B3 ياك. نمشي للثانية، هادي في هادي زائد هادي في هادي زائد هادي في هادي، B1 A1 بلس B2 A2 بلس B3 A3 ياك. هادي هادي في هادي زائد هادي في هادي زائد هادي في هادي، يعني هي B1 أو كاري بلس B2 أو كاري بلس B3 أو كاري. هادي في هادي زائد هادي في هادي زائد هادي، اش كنعمل، باقينا أصلا باقي في هادي، هادي في هادي زائد هادي في هادي زائد هادي في هادي، دونك هي B1 C1
بلوس. الاولى حسبنا ايه اليمون الاولاني والثاني، ما حسبناش الثالث الرجعه، باقي ما ضربناش في هذه في السي، عملنا هذه في هذه عطتنا هذه، وهذه في هذه عطتنا هذه، وهذه في هذه اش تعطيني المنتهي؟ يعني هي أ واحد سي واحد بلس أ جوج سي جوج بلس أ ثلاثة سي ثلاثة. وهنا كنا وصلنا هنا زائد ب جوج سي جوج زائد بي ثلاثة سي ثلاثة. دابا عاود هادي في هادي زين، أو هادي في هادي، عاود هادي في هادي، هنا وهنا وهنا. سي واحد سي واحد أ واحد زائد سي جوج أ جوج زائد سي ثلاثة أ ثلاثة. هادي 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 عاود في هادي هادي زائد هادي في هادي زائد هادي في هادي. دونك هي سي واحد بي واحد بلس سي دو بي دو بلس سي تخوا بي تخوا. هادي في هادي زائد هادي في هادي زائد هادي في هادي. سي واحد او كاري بلس سي دو او كاري بلس سي تخوا او كاري. ست من ديالي ياك. شنو قلنا؟ حسبنا ان في ان ترانسبوزي. دابا قلنا في او كاري كيساوي الديتيرمينو ديال ام د هادي، لا عفوا هذا في ياك، كيساوي الديتيرمينو د ام اللي هي هادي هادي ياك. و في او كاري يعني اجي لي الديتيرمينو د ام في الديتيرمينو د ام ترانسبوز ياك. هادي يمكن لي نشاركو هي الديتيرمينو ديال ام فوا ام ترانسبوزي ياك، وهادي ديجا حسبتها. دابا مشينا من الديتيرمينو د هادشي صافي، هادو غنوقفو بلا ما نعاود كتابة هنايا. هادي الرد ديتيرمينو هاهي صافي. قبل غنعمل واحد اللعيبة هنا نسامبليفيه، في او كاري كتساوي قلنا الديتيرمينو د هادشي. و الا جيت اذا لاحظتو هذا برودوي سكالير ديالاش ضاف اف ضاف ا، علاش؟ ها هي شو قلنا ا شنو كتساوي؟ ا واحد ا جوج ا ثلاثة ياك. و ها هي اصلا احنا نحسبنا ما علينا. دونك هذا صافي هي باينة. اخرى مهم اللي ما بانتلوش هاي ا واحد ا جوج ا ثلاثة، هادي فيكتور بوتيتا وهادي بوتيتا ياك، يعني هي بوتيتا فوا بوتيتا. حتاش بعض الحاجات كتجي بيزار د يعني تشرحهم ولا دا. قلنا هادي كذلك ياك، هادي عاوتاني هادي هاي هادي بوتيتا مضروبة بوتي بي ياك، هادي بوتيتا مضروبة بوتي سي ياك. كنهضر على فيكتور، يعني شنو عتجيلي ديتيرمينو ياك هنايا أ برودوي سكالير ديال أ، هادي أ برودوي سكالير ديال بي، هادي أ برودوي سكالير ديال سي ياك، هادي بي سكالير أ بي سكالير بي سكالير بي هادي بي سكالير سي، هادي سي سكالير أ، هادي سي سكالير بي، هادي سي سكالير سي. شنو عطيني؟ دونك هادي هي موديل أ في الموديل أ في الكوسينوس الزاوية اللي ما بين أو أ، الكوسينوس زيرو هي واحد، يعني عطيني هي أ فوا أ هي أ أو كاري ياك. هادي موديل أ في موديل بي، الكوسينوس الزاوية اللي بيناتهم هي ألفا، حتاش ألفا كتساوي بيتا كتساوي جاما ياك، وكيخالفو 90 درجة.
دونك و ا كتساوي بي كتساوي سي، يعني انا اكتبها ا، يعني هذه هي موديل دالي في موديل دالي، هي ا كاري في الكوسينوس قلنا الفا، ياك هذه كذلك ا كاري كوسينوس الفا، هذه ا كاري كوسينوس الفا، هذه بي او كاري ا او كاري ساش ا هي بي وصف، هادي ا او كاري كوسينوس ديال الفا، هادي ا او كاري كوسينوس ديال الفا، ا او كاري كوسينوس ديال الفا، ا او كاري. شتي جات مبسطة هنا. دابا نمشي نحسب ديتيرمينو ديالي، ماشي حاجة أخرى. دونك شنو كتساوي في او كاري كتساوي لنا، دونك نغطي على هذا، هذه فعلي مون هذه فعلي، هي ا اس 4 بعد ا او كاري، عاد هذه فعلي مون هذه فعلي ا اس 4 ناقص ا اس 4 كوسينوس او كاري ديال الفا، ياك ناقص دابا نغطي على هذا ونغطي على هذا، غتبقى لي هادي في هادي ناقص هادي في هادي، وهادي بعدا برا ناقص ديتيرمينو، ياك كيبان داش ناقص، قلنا ا او كاري كوسينوس ديال الفا، هادي قلنا غطيت على هادي وهادي، هادي وهادي هي هادي في هادي موان هادي في هادي، يعني ا اس 4 كوسينوس ديال الفا موان هادي فادي أ أوس أربعة كوسينوس ديال ألفا. دابا ندوز نستار تسالس، نغطي على هدا ونغطي على هدا، بلوس أ أو كاري كوسينوس ديال ألفا، قلنا غطينا على هدا وغطينا على هدا، هادي فادي مون هادي فادي، أ أوس أربعة كوسينوس أو كاري ديال ألفا مون هادي فادي مون أ أوس أربعة كوسينوس ديال ألف، ياك نعمل هنا بأ أوس أربعة وخرج عند هادي، دونك هادي هي أ أوس أربعة لي غنعملو خرجها على هادي عند ضرب الأدجي مضروبة في أ أو كاري هي أ أوس ستة، عامل واحد ناقص ناقص كوسينوس أو كاري ديال ألفا، ياك هادي حتى هنا، هنا كذلك ومثال عاود اخر نجد ا اس 4 ناقص ا دي ا دي مضروبه في ا كاري هي ا اس 6 كوسينوس، كوسينوس ندخل اللي هنا عنده مخ اي كوسينوس او كاري موان كوسينوس او كاري، ياك هادي عاود نخرج وندخل هاد الكوسينوس بلس ا او 6 كوسينوس اس 3 ف هادي في هادي موان كوسينوس او كاري ديال الفا، شنو غنعمل ب ا او 6 قيلي أبقى لي واحد ناقص كوسينوس أو كاري ديال ألفا ناقص كوسينوس أو كاري ديال ألفا زائد كوسينوس أو كاري ديال ألفا زائد كوسينوس أس تلاتة ديال ألفا موان كوسينوس أو كاري ديال ألفا، دونك هادي ماشي مع هادي، هادي ناقص جوج ألفا أو كاري زائد أو جوج زائد كوسينوس، ما جاتش شي حاجة ماشي هي عندك، نفيريفي ولا شي مش عندنا هادا فقطنا هادي في هادي مون هادي في هادي، هادي في هادي هي هادي مون هادي، هادي في هادي مون هادي في هادي صحيح.
هادي في هادي مون هادي في هادي. نسيت ما نكسب اوكاري في هادي. هيا ستار، قلنا هادي الاولى هادي، الثانية غطينا على هادي وغطينا على هادي، ياك عملنا هادي فادي مون هادي فادي هادي فادي، ها هي ناقص هادي فادي، نسيت لا اوكاري هنا صافي. دونك دابا ملي يعني هادي، قلنا هنا يا ساعتك ملي عملنا بهادي اوكاري ودخلنا هاد الكوسينوس هنا عند هادي، هتعطيني فين هي؟ ندخل هنا اوس ثلاثة، ياك اوس ثلاثة يعني هنايا ملي غنعمل بقى اوس ستة هلقى لي هنا هاد واحد، هادي هي هادي، هادي هي هادي، هادي هتبقى لي بالبلوس، هادي اوس ثلاثة زائد هادي اوس ثلاثة زائد هادي، ياك يعني في او كاري كيساوي لنا اوس ستة واحد ناقص ثلاثة كوسينوس ها الأولى ها الثانية ها الثالثة، كوسينوس أو كاري ديال ألفا زائد ها الأولى ها الثانية كوسينوس أوس ثلاثة ديال ألفا. دونك هادشي يعني في كيعطيني، غندخل الغصين هنا والغصين هنا، نورمالمون هادي ملي غندخل الغصين هنا ما نطيرهاش ديريكت، أنا من القيمة المطلقة مي هي موجبة نكتبها ديريكت. أو ستة أو ستة واحد ناقص ثلاثة كوسينوس أو كاري ديال ألفا زائد جوج، هاي واحد زائد واحد الثانية زائد جوج كوسينوس ثلاثة ديال ألفا. دونك أخرج هادي، هادي هي أو ثلاثة واحد ناقص ثلاثة كوسينوس أو كاري ديال ألفا زائد جوج كوسينوس أوس ثلاثة ديال ألف، هادي هي في، شوفو واش هي هادي، واحد زائد جوج كوسينوس هادي ناقص صافي هي هادي صحيح. دابا ندوزو للبارتي التانية، نقلبو هاد الباج. هنا شني قالك؟ المهم شو هو التمرين ده العام في أربعة الأسئلة، السؤال الأول هو هذا، الثاني هو هذا، الثالث هو هذا، والرابع هو هذا. السيري ده العام اللي فات جات هيك، ما علينا حنا خدمنا السؤال الأول نحسبو هذا هو الثاني، نعاودو هادشي من الأول. قالك سوايون ألفا أ إي ألفا لي باغاميتر دو لا مايل رومبويدريك أسوسيي أو ريزو تريغونال، ياك غونتا إي بيتا les paramètres de la maille rhomboédrique associés au réseau réciproque. Hadi au réseau trigonal, yani réseau direct, hna yana direct, yak dans réciproque. Qallek sachant que le volume de la maille de réseau direct هي هادي اللي خرجنا في الاكزرسيس الاولاني، ياك قال لك تروفي ليكسبريسيون دو ا اون فونكسيون دو دي بارامتر دو ريزو ديريكت. واخ هادي حنا شني عندنا، قلنا غرون تا شنو كتساوي دو بي سور في دي، ياك ب فيكتوريال سي بتي ب فيكتوريال بتي سي، ياك حق هو طالب مني الماندام، ياك دونك شنو كتساوي هي الماندام ديالي، ياك شي نحسب الماندام ديال هادشي شنو هتعطيني، هي دو بي كيبان داشي سيري، قلنا دو بي على في دي، ياك هادي شنو هي مندام دو بي مندام دو سي، ديفينيسيون دو برودوي فيكتوريال سينوس الزاوية اللي بيناتهم بما بين بي و سي قلنا هي الفا،
ياك، حيتاش الفا كتساوي بيتا كتساوي جاما. اوكي ده صافي، يعني غون تا شنو كتساوي؟ موديل هذا هو ا، موديل هذا هو ا، يعني ا او كاري، يعني دو بي ا او كاري، حيتاش ا كتساوي بي كتساوي سي، على في دي. في دي ديجا حسبتها ياك، هنايا سينوس قلنا الفا ا في دي نكتبوها ا اوس 3 ا اوس 3 واحد زائد جوج كوسينوس اوس 3 ديال الفا ناقص 3 كوسينوس او كاري ديال الفا. مشات هادي مع هادي، تبقى لي ا كتساوي دو بي سينوس الفا على ا غاسين واحد بلس جوج كوسينوس او كاري اوس 3 ديال الفا ناقص 3 كوسينوس او كاري ديال الفا. صافي انا حسبت اللي طالب مني ياك. دابا نمشيو للسؤال الثالث، قال لك اون اوتيليزون لا فورميل فورميل جينيرال غوليون لي زونغل دي زيليمون دو دي باز ديريكت اي ريسيبروك. فانا الغولاسيون هادي اللي كتربط لي ما بين لي زيليمون ديال لا باز ديريكت و لي زيليمون ديال لا باز ريسيبروك. ياك قال لك استنتج العلاقة اللي ما بين بيتا و الفا. بيتا هي الزاوية ديال الريزو ريسيبروك و الفا هي ديال ديريكت. واخ نكتبو هاد العلاقة. هذا سؤال ثلاثة، كوسينوس ديال كرونتا هي كوسينوس ديال كرونتا كون بي كتساوي كوسينوس يعني الزاوية اللي ما بين كرونتا و كون بي ياك، كتساوي لنا الزاوية اي كوسينوس ديال الزاوية اللي ما بين بوتي سي بوتي تا فوا كوسينوس ديال هادي ناقص كوسينوس ديال الزاوية اللي ما بين أ و بي على سينوس سينوس سي اب. دونك الكوسينوس ديال شو واخ قلنا خصني نجبد العلاقة اللي ما بين بيتا ياك و و الفا. شوف قلنا في الغيزو رومبويدريك الغيزو ديريكت عندي بوتي تا كتساوي بوتي بي كتساوي بوتي سي و الفا كتساوي بيتا بوتي بيتا ماشي هي هادي الغيزو ريسيبروك مخلطوش بيناتهم كتساوي جاما كتخالف 90 ياك. يعني هادو متساويين، يعني هي هادي، يعني دابا الزاوية اللي ما بين هادي وهادي هي نسميها هي الكوسينوس الفا. الزاوية اللي ما بين السي و هادي حتى هي الكوسينوس الفا ناقص الزاوية اللي كاين حتى هادي كوسينوس الفا. هادي السينوس عاوتاني د الفا، هادي عاود السينوس ديال الفا، هادي الزاوية اللي ما بين كون تا و كون بي حتى الغيزو ريسيبروك ديال الرومبويدريك تا هو عندو كون تا كتساوي كون بي كتساوي كون سي. هادي كون الفا او لا ايطوال ولا مهم شي لعبة اخرى كتساوي هادي كتساوي هادي تا هي عاود ديفيرون 90 درجة. ها هي شو اصلا هنا ملي عطالك هادي كيعطيلك معلومة على 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 يعني بوتي تا بوتي بي و بوتي سي جمعهم لك كاملين في بوتي ا يعني باينة متساويين، و عطالك هي وحدة على الزاوية و عطالك هي ا عطالك يعني هي الفا يعني اخرين باينين متساويين بالحق واش كيساويو 90 درجة ولا كيخالفوها هاديك تما خصك تكون حافظة تا عارفة حق اصلا هي يعني اون جينيرال خصك تكون حافظة هادوك فهمت
يعني هذا ايه تلميح وصافي، عاود انا عايدك اذا كسب لك اي واحدة، يعني الثانية والثالثة متساوي، يعني هذه متساوي كتساوي كون بي كتساوي كون سي، وكذلك الزوايا، فهمت؟ يعني قلنا كتخالف 90 درجة، دونك هذه هي كوسينوس ديال بيتا، وصافي هنكتبها كيبانش. صافي قلنا هذه كوسينوس ديال بيتا كتساوي هذه في هذه كوسينوس هذه في هذه او كاري ناقص هذه كوسينوس ديال الفا على سينوس في السينوس هي سينوس او كاري ديال الفا. دوزون ثالثة، إذا كنا سألنا السؤال الثاني بين شفنا العلاقة اللي ما بين غروم بيتا و بيتي ألفا، هذه البارامتر ديال الغيزو ريسيبروك وهذه الغيزو ديريكت. دابا قال لك السؤال ثلاثة، قال لك مونتري كو لا ديستونس انتر ريتيكولير دو لا فامي اش كا ال اي دي اش كا ال كتساوي هذه العلاقة هذه. الصراحة يعني كتبان طويلة، مي فهمتي، احنا نحطوا العلاقات ديالنا اللي كنعرفو بقاو نسامبليفيو، يعني فهمتي حتى اذا جات لك شي حاجة بحال هادي في الامتحان ما تخلع ما والو، فهمت؟ يعني تعامل معاها عادي، حط داكشي اللي كتعرف ياك، ولاحظ في السؤال وشوف داكشي اللي عندك نسينا، فهمت؟ وبقى ماشي بشوية بشوية، ويعني عيبان الحل، فهمت؟ يعني ما الانسان ماشي يعجز راسو من الاول. ما علينا، احنا عندنا جي اش كا ال دي اش كا ال عفوا، يعني شنو كنعرفو عليها؟ اون سي كو دي اش كا ال كتساوي لنا في ديال لا مايل ياك على الماندام اش اش بي فيكتوريال سي بلوس كا سي فيكتوريال A بلس L A فيكتوريال B ياك. وعندنا علاقة أخرى كنا ديمونطرينا عليها في 8 5 وقيلة جي اش كا ال كتساوي لنا، حق ما طلبش منك في التمرين كتقدر تعطيها ديريكت، يعني ما عندك علاش ديمونطري عليها جي اش كا ال غير كتسمى، حق ما نعرف يعني عادي يعطي لك يقول لك مثلا ديمونطري عليها ولا شي حاجه خصك تكون كتعرفها وصافي. قلنا هادشي اللي هادو المعلومات اللي عندنا على الدي اش كا ال. ودابا التمرين اذا لاحظتوا فيه يعني كيهضر على يعني عندي ريزو ريسيبروك وريزو ديريكت، يعني هادي ما عندها فاش تنفعني، يعني نخدم بهادي ياك اخدم بهادي. يعني اول حاجه نمشي نحسب الجي اش كاي حتى هادي ما فيها والو دوبي، يعني في حال زايده ناقصه سنعمل الكسر نعمل دوبي فوقي ونكتب داكشي اللي خرج لي في الجي اش كاي زائد، خليوها هي الاخرانيه. دابا نمشيو نحسبوا الجي اش كاي، عندنا الجي اش كاي الماندم ديال الجي اش كاي، او نحسبوا الجي اش كاي بعدا هي الاولى جي اش كاي كتساوي لي اش غونتا بلس كا غون بي بلس ال غون سي ياك. يعني المنظم ديالها شنو هتعطيني؟ جي اش كا ال كيف عندها شي صح، جي اش كا ال كيساوي الغاسين ديال جي اش كا ال سكالر جي اش كا ال ياك. اذا لاحظتوا ملي كان عندي الغيزو كيبي كنا كنعملوا هادي او كاري زائد هادي او كاري زائد هادي او كاري، فهمتي؟ حيت كان ا كتساوي بي كتساوي سي، والزاويه اللي بين الزوايا اللي بيناتهم 90 درجه ياك. عليها كانت كتعطيني ديك اش او كاري هادي او كاري زائد هادي او كاري زائد هادي او كاري. نورمالمون خصنا نعملوا هاد العلاقه بالحق الحق يعني عادي اخرى، فهمتي؟ بحال اللي كتكون عارف زعما النتيجه وكتكتبها ديريكت، فهمتي كيفاش؟ حق هنايا عندي الزوايا مختلفين مع بعض، يعني عندي الفا غون الغيزو ريسيبروك، عندي يعني الفا كتساوي بيتا كتساوي جاما كتخالف 90 درجه، يعني يبقى تبان لي تما شي كوس ولا شي حاجه، فهمتي؟ ما عنديش شي بحال هادي هادي اوكاري زايد هادي اوكاري زايد هادي اوكاري. دونك حنا نحسبو هاد تبان الغاسين
ديال اش هاي هادي او كاري زائد ك هادي زائد ال سكالر اش بلس اش ا بلس ك بي بلس ال سي ياك غنحسب برودوي سكالر ديالي شنو كتعطيني هادي هادشي عاجي طويل غنبدل الستيلو هدا كيكتب رقيق شوية نعدلو برودوي سكالار ديالنا دونك هادي فهادي عطاتيني اش او كاري اف ا هي ا او كاري كوسينوس زيرو هي واحد يعني عطيني اش او كاري يعني هي مندم دالي في مندم دالي في الكوسينوس الزاويه هي اللي بيناتهم كوسينوس 0 1 يعني عطيني هادي هادي فادي كتعطيني بلس اش كا اش كا اش كا المندم دالي في المندم دالي في كوسينوس الزاويه اللي بيناتهم قلنا ا كتساوي بي كتساوي سي ياك و غون تا كتساوي غون بي كتساوي غون سي و غون الفا كتساوي غون بيتا كتساوي غون غاما كتخلى 90 درجة حتى هي ياك يعني هادي فهادي تعطيني قلنا هادو متساويين يعني تعطيني ا او كاري المنظم ديالهم زعما ا او كاري في الكوسينوس الزاوية اللي بيناتهم كوسينوس ديال بيتا غون بيتا هادي بارامتر الغيزو ريسيبروك شنو قلنا نشرنا هادي فادي وهادي فادي هادي فادي شي خصو التركيز راه كيدوخ شي حاجه ما علينا اش ال ا او كاري كوسينوس ديال بيتا ياك تاش ا كتساوي قلنا سي والكوسينوس الزاويه اللي بيناتهم هي بيتا غنمشيو للثانيه زائد ك اش ياك ك اش ا او كاري عاوتاني الكوسينوس ديال بيتا ياك عاود هادي فادي زائد ك او كاري ا او كاري كوسينوس اللي بين بيتا وبيتا هي زيرو يعني الكوس زيرو هو واحد باقي لي هادي فادي زائد ك ال ا او كاري كوسينوس ديال بيتا الزاوية اللي ما بين بي و سي زائد نواقل لي التالتة هادي فهادي هي ال اش ا او كاري كوسينوس ديال بيتا هادي فهادي هي بلس ال ك ا او كاري كوسينوس ديال بيتا هادي فهادي هي ا او ال او كاري ا او كاري كوسينوس زيرو هو واحد دونك شي كولور مش يبان هذا الشيء دابا نسامبليو فيو دا الحساب عندي هادي وهادي فيها ا او كاري وهادي فيها ا او كاري نعمل بأ او كاري يا واخا راه نكتبوها ماشي مشكل كتساوي قلنا ا سي عطيني ا او كاري كونتا ا او كونتا او كاري اش او كاري بلس ك او كاري هادي بلس ال او كاري ياك واخ عندي هادي اش ك ا او كاري كوسينوس ديال بيتا مع هادي ياك ك اش هي اش ك ا او كاري يعني هادو مع بعضو يعني عطيني جوج من هادي واخ شي كولور اخر هادي اش ال انا نشوف فين معاود عاود اش ال اش ال اش ال هاي ال اش يا اش ال ا او كاري يعني هادي هادي ياك عندنا واحدة عاودها هي هادي ك ك ال ا او كاري كوسينوس دي هي يعني يعني عندي جوج من هادي وجوج من هادي وجوج من هادي نعمل بديك الجوج والكوسينوس ديال بيتا اللي مشتركه بيناتهم و موي انا نعمل بعد قلنا زائد جوج حتى ا او كاري مشروكه بيناتهم يعني حتى هي نعملوا بها جوج ا او كاري كوسينوس ديال كون بيتا
هنا شنو غيبقى لي؟ اش ال، اش ال، هادي شنو غيبقى لي؟ ياك حتى هادي مع هادي بلا عندي وحدها هي عملنا قلنا هادي شنو غيبقى لي؟ اش ال بلس ك اش بلس ال ك هيدا ياك مزيان. دابا غادي نعمل ب ا او كاري ونخرج على برا الجذر، ها هي ا او كاري خرج على برا تخرج لي ا، تبقى لي اش او كاري بلس ك او كاري بلس ال او كاري ياك بلس جوج اش ال بلس ال، هنكتبها هادي من جمعة وطايدة يا اش ال بلس ال ك بلس ك اش ك اش مضروبة في الكوسينوس ديال بيتا. واخا كنا حسبنا القيمة ديالها ياك، هيا قال لك فادي تروفي ليكسبريسيون، تروفي ليكسبريسيون دو دو ا كنا عملناها ما عارفين يا ديك الوقت هاي. دونك كنا جبرنا بان ا كتساوي لي غون تا شنو كتساوي؟ قلنا جوج بي سينوس، هادي كنا بيناها ياك، سينوس ديال ا واحد ناقص ثلاثة كوسينوس ديال ألفا أو كوسينوس ديال ألفا أو كاري بلس جوج كوسينوس ديال ألفا أو ثلاثة ياك أو كوسينوس ديال بيتا. هاهي شوف ديما كيعطيك سؤال يعني تلميح لشي حاجة ما رجعها تحتاجها، هذا النوع تمارين هذا كيكون هادي ماشي هي كنا عملناها في التمرين، يا قلنا الزاوية اللي ما بين كغونطا وكغون بي هي هادي، والزاوية اللي ما بين هادي وهادي 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 هي هاد ألفا الصغيرة يا يعني كانت جاتنا كوسينوس ديال بيتا كتساوي قلنا هادي هادي كوسينوس ديال بوتيت ألفا أو كاري موا كوسينوس ديال ألفا ياك على سينوس ديال الفا او كاري، سينوس ديال الفا او كاري غنمشي نعوض ا وهادي هنايا، هادي نعوضها بالقيمه ديالها كون تا نعوضها بالقيمه ديالها كيبان لنا شي. قلنا هادشي شنو عملنا هنايا؟ هادي اصلا كنا خرجنا كوسينوس بيتا دو كون بيتا اللي هي بيتا هي الزاويه اللي ما بين هادي وما بين كون تا كون بي ياك، ها هي كسبتها هادي الزاوية هذه هي بوتيت ألفا، هذه هي بوتيت ألفا، وهذه هي بوتيت ألفا، وهذه كذلك، وهذه كذلك، بقات لي هذه فهذه تضني هذه أوكاري، موان هذه أوكاري، من هذ ناقص هذه على هذه أوكاري، دونك باين، دابا قلنا نعاودو هذه هنايا، ونعاودو هذه هنايا، نشوفو شنو عادين، واخا، خلي هذه نحتاجوها، نكتبو هنا، كيبان دا الشيء مزيان ياك، يعني قلنا المنظم ديال كون شي اش كا ديال جي اش كا ال كيساوي لنا هادشي هذا، ونعاودو قلنا هاد جوج هادو ياك صافي دابا كيبان كون تا نعاودوها بجوج بي سينوس ديال الفا على الفا ا الغاسين ديال هادي كوسينوس ديال الفا او كاري زائد كوسينوس ديال الفا اس ثلاثة ياك مضروبة هاد الغصين هادا غنكتبو هنا باش دا شي طويل ما عندي كيش نعمل قلنا اش او كاري بلس كا او كاري بلس ال كيبان بلس ال او كاري ياك
زائد جوج، وهذه هنعوض زائد جوج اش ال بلس ك بلس ال ك بلس ك اش ياك، نضربها في الكوسينوس. ها الكوسينوس شنو كيساوي؟ نضربها كوسينوس ديال الفا او كاري موال الكوسينوس ديال الفا على سينوس ديال الفا او كاري. مزيان. دابا انا جبت التعبير ديال جي اش كا المنظم ديال جي اش كا ال ديالي. دابا نمشي نحسب دي اش كا ال. دي اش كا ال دونك هو دو بي على المنظم ديال جي اش كا ال. واخا نكتب دا الشيء، نحاول نكتب دا الشيء صغير ماشي يبان لنا مزيان. دونك مش تبان الفكره. غاسين ديال واحد ناقص ثلاثة كوسينوس ديال ألفا أو كاري زائد جوج الكوسينوس ديال ألفا أو ثلاثة مضروبة في الغاسين ديال أش أو كاري بلس كا أو كاري بلس إل أو كاري بلس جوج أو مضروبة في أش إل بلس إل كا بلس كا أش أو مضروبة قلنا فوا هذا وصلت انا هنا فوا الكوسينوس ديال الفا او كاري موان كوسينوس ديال الفا سينوس ديال الفا او كاري. مازي دابا شنو غنعمل؟ شوي اذا لاحظتوا عندك ورقة للتمرين، حنا بدينا كنقربوا كيبان داك الشيء. اذا لاحظتوا هذه اللي هنايا انا وصلت لها، هادي اللي هنايا هاد جوج اش، هادي اللعيبه اللي هنايا انا وصلت لها، هادي اللي هنايا انا وصلت لها عندي هنا في المقام. يعني باقي خصني نضرب هنا في السينوس او كاري هنايا في هادي، وهنايا خصني شي تبقى لي هاد السينوس او كاري في من تحت من فوق خصني هادي ها هي يا وعلى برا. دونك شنو نعمل؟ قلنا هاد دوبي هادي تمشي مع هاد دوبي هادي يا هذا اللي في المقام نطلعه من فوق ياك. تاش القسمه هي الضرب في المقلوب، دو بي مقسوم على هادشي هي حتى شا وهاد الكسر هذا واصلتها تاش هادي مضروبه في هادي ياك. قلنا الضرب في المقلوب والمقلوب ده هادي هي هادي على هادشي اللي هنايا من تحت. دونك عاد يعني هادشي غيطلع لي من فوق. واخا مزيان. كتساوي لي ا الغاسين ديال واحد ناقص ثلاثة كوسينوس ديال الفا او كاري مو بلس جوج كوسينوس ديال الفا على بويسونس 3 ياك. دو بي قلنا مشاتنا المقام غيبقى لي هادي مضروبه في هادشي هذا. سينوس او سينوس ديال الفا هي ها هي نكتبها هنايا، هي سينوس الفا على او كاري نعمل لها الغاسين ونضربها في هادشي هذا كامل. يعني هادشي لي واحد الغاسين كبير مضروب وديك الشيء من داخل عن داخل سينوس او كاري. دونك عندي لي اش او كاري بلس كا او كاري بلس ال او كاري مضروبه في سينوس او كاري ديال الفا ياك. هنا سينوس او كاري اذا شفته كاين عندي في المقام، يعني نسامبلي في هادي مع هادي غتبقى لي جوج بلس جوج اش ال بلس ال كا بلس كا اش الكوسينوس ديال الفا او كاري موان كوسينوس ديال الفا. مزيان. دونك هادي نخليها بوحده، الغاسين على الغاسين يعني هو الغاسين ونجمع داكشي في كسر واحد يعني كتساوي لي ا. هايدا نكتب هادشي هذا، هادشي اللي في الباسط هادشي اللي في المقام. مزيان ياك. الغاسين هو الاس واحد على جوج، دونك عطاتيني دي اش كال. دي اش كال كتساوي لي بوتيتا بوتيتا واحد ناقص تلاتة الكوسينوس ديال الفا او كاري بلس جوج الكوسينوس ديال الفا على بويسونس 3 سور اش او كاري بلس كا او كاري بلس ال او كاري ف
سينوس او كاري ديال الفا بلس جوج اش ال بلس ال كا بلس كا اش فوا كوسينوس ديال الفا او كاري موان كوسينوس ديال الفا. هادي كل شيء اس واحد على جوج ديال الجذر اس واحد على جوج. ياك هادشي اللي عندي هنايا صافي انا خرجناها كيبان داك الشيء بوتيتا بوتيتا. هاد العيبة هادي اللي هنا هي هادي هاي ناقص 3 كوس ناقص 3 زائد هادي هاي زائد هادي هادي هي هادي مزيان زائد جوج اش كا اش كا هاي بلس اش ال اش ال هاي بلس كا ال هاي في الكوسينوس او كاري هادي ناقص الكوسينوس ديال الفا هادشي كلشي يعني مزيان هي ده الشيء اللي كاين الاخوان. مهم هذا واخا تشوفوا يعني التمرين دانا الوقت بالحق انا يعني احنا كنشرحوا فهمتي يعني في الامتحان انت كتكون فهمتي يعني فاهم ده الشيء كتحط يعني بزاف لي زيطاب ما كتعملوا معي في عقلك يعني فهمتي كتكتب اي كتقف في لي زيطاب يعني انتم عارفين الخدمه كيفاش كتكون في النهار ديال الامتحان يعني ده الشيء اللي احنا من هاد الجهه هنايا ساعه ولا ما نعرف شحال راه ملي عاد تكون كتخرج راسك وفاهم داك الشيء ديالك راه ما يدير لك شي 20 دقيقه 20 25 هذاك الجو. وفي الامتحان كنعطى لهم 3 تمارين وعندك ساعه ونص هذاك انا قلت لكم هاد التمرين هذا كان امتحان ديال 2000 وقيلا الله اعلم 2017 كان التمرين ديال الامتحان كان عليه وقيلا شي 7 نقط قلت لكم زعما يعني يدير لك 20 25 دقيقه ولا كاع نص ساعه وباقي لك جوج تمارين اخرين يعني نص ساعه في نص ساعه وامتحان فيه ساعه ونص يعني مزيانه فهمتي انت جاوبتي على كلشي ديالك وبخير هادشي اللي كاين الاخوان. المهم الا زعما جاتكم شي حاجه طويله ما يعني ما تخافوش فهمتي يعني حط داكشي اللي كتعرف انتينا حتى داكشي ما فيه والو فيه اللعب في العلاقات وصافي فهمتي خصك عارف وكتخيل داكشي كيش عامل حتى ضروري يعني تكون كتعرف تخيل داكشي يعني تخوا ديمونسيون ماشي هاد التمرين اصلا ما فيه ما تخيل حق داكشي اللي فات نتوما شفتو كيفاش يعني ضروري خصو تكون يعني داكشي كتخيلو مش كتحطو ديريكت هنا بلا ما تبقى ترسمو هادي وهادشي اللي كاين الاخوان. ويعني اذا بان لكم الشرح مزيان ويعني عجبكم هادشي يعني كتفهموا يعني بارطاجيو مع 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 اصحابكم يعني يفهم واحد اخر فهمتي يعني حتى كيف ما كتشوفوا قناه باقه صغيره يعني ما يعني الناس قلالين اللي كيوصلوني على. واذا بان لكم انا ما يعني ما نقولش المحتوى يعني مزيان نتوما اللي غتحكموا اذا كان المحتوى يعني مزيان خلي يعني تعليق مزيان ولا جيم ولا شي حاجه ولا بارطاجيها مش اخر يعني ملي يجي يقلب على الموديل ديال الفيزيك دي ماتيريو وكيشوف الناس يعني شكروا يعني مول اش كيقولوا له يعني اللي عاد الفيديو حتى هما كيتشجعوا يدخلوا يتفرجوا عنده فهمتي وما يتفرجوش يعني عارف راسو حتى فهمتي صعيب انا بيدي نمشي نشوف واحد بلاي ليست فيها 20 حلقه ولا يعني 20 فيديو ولا هذه كل فيديو فيها 40 دقيقه ولا شي حاجه انخاف واش نتفرج داك الشيء نضيع الوقت في الاخر ما نستافد شي فهمتي. بالحق اذا دخلت برط الناس يعني كيقولوا داك الشيء مزيان وكلشي يعني عجبو الشرح لا يعني صافي ساعتك يعني نقدر نزعم ونتفرج عندك عند يعني داك الشيء. المهم انا كنقول انه يعني ما كنحكمش يعني على راسي نتوما اذا عجبكم داك الشيء يعني عملوا الواجب حتى كيقول لك الدل على الخير كفاعله فهمتي يعني تقدر تدي الاثر بحالي واخا يعني ما كتضرب لا ثمره لا حاجه عجبكم داك الشيء فهمتي يعني بارطاجي وعدلوا ونصحابكم وده الشيء اللي كاين الاخوان. والسلام عليكم ويعني ان شاء الله هادشي اللي ماشي عنبداو الفاكتور دو ستركتور وغنعدلوا التمارين ديالهم وساعات كندوزو عاود لينيرجي دو كويزيون وموراها الفيبراسيون دو الغيزو. بالحق انا كنظن الاستاذ يعني ما نعرف غيبقى في وقيلة حد لينيرجي دو كويزيون. المهم هادوك اللي غنخدم لهم التمارين بزاف يعني الفاكتور دو ستركتور لينيرجي دو كويزيون حتى ما شفتش الفيبراسيون في التمارين دو السيريد هاد العام مي انا خدمة فهمتي الحق تقدر تكون توجد يعني معطله شويه بالحق خدمه يعني باش الناس اللي ماجين من بعد يعني العام اللي ماجي ولا هادي وعيتفرجوا
يدبروا الموديل مكمل، حتى هذا العام يعني حالة خاصة وصافي، كانت الدراسة عن بعد، وكان يعني بزاف الظروف اللي خلاتها هيدا عليها. انا بغيت نخلي نخدم الموديل من ا حتى الزد بالتمارين ديالو بكلشي ديالو، يبقى خدام اي عام، ماشي عين هاد العام هذا عليها. ما بغيتش نخدم في هاد السيريد هاد العام، وعاد اصلا الحمد لله بعد يعني التمارين ديال هاد السيريد هاد العام، يعني ديجا كانوا في السيريد العام اللي فات يعني مزيان. وهادشي اللي كاين الاخوان، والسلام عليكم.